النهارده كمان وانا بنقل لك اجواء مقر الاقامه يا كابتن اسلام، كان في احتفاليه كده بالنادي الاهلي اقامها مسؤولي الفندق، اللقطات اكيد هتكون معاكم دلوقتي. كان اقامها مسؤول الفندق للاعبي النادي على الاهلي الهواء وجهاز معاك الفني يا امير انت بالبعثه بالكامل بتتكلم. بعد الفوز على الدحيل بالامس، وكان كمان في احتفال بعيد ميلاد بالظبط كده، وكان في احتفال بعيد ميلاد محمد شريف نجم النادي الاهلي، وكمان تم الاحتفال بعيد ميلاد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره واللي متواجد معانا هنا في بعثه الفريق، بنقول لهم كل سنه وهم طيبين. دي بعض الاجواء الاحتفاليه، وفي حاله من السعاده الكبيره جدا في الحقيقه عند البعثه، لكن سعاده معاها جديه واضحه، لان انت لسه عندك اهداف وتمنيات هتحاول تحققها. انت حققت هدف خلاص انتهيت منه، لكن لسه في اهداف وطموحات وامنيات انت هتسعى بكل قوه ان انت تحققها باذن الله، وهتشتغل على الجزئيه دي بشكل كبير جدا. الامور بشكل جيد، يستمر في استعداداته لمباراه البايرن بشكل كبير جدا، يعني يكون ان احنا هنقابل فريق كبير جدا طبعا في افريقيا وبطل القرن، فدي مباراه مرتقبه لناس كتير جدا في العالم كله في الحقيقه، وبالتحديد جمهور النادي الاهلي وجمهور هل يا امير البايرن، عرفت فكل التوفيق تعليقات للنادي الاهلي في هذه اللعيبه؟ المباراه.